السلام عليكم everyone, I hope you are doing amazing. كنتمنى أنكم تكونوا كاملين مزيان وبخير وعلى خير. مرحبا بكم في ثاني كورس من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر إلى الاحتراف. كما كتشوفوا في العنوان, اليوم غادي نهضروا على الأرقام باللغة الإنجليزية اللي كنسميوهم the numbers. اوكي, قبل ما نبدا الفيديو ديال هذا النهار, ما تنساوش كما العاده انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كاع الجديد اللي غادي نبقى نزلو لكم في المستقبل ان شاء الله. وما تنساوش ايضا انكم تشاركوا هذا الفيديو وتشاركوا القناه مع كاع الناس اللي باغيين يتعلموا الانجلي باش هكا تعم الفائده. ما تنساوش انكم تعاودوا مورايا كل رقم غادي نقولوا باش هكا تدربوا على النطق اكثر, وركزوا ايضا على الطريقه ديال الكتابه ديال هاد الارقام هادو باش هكا تقولوا تعرفوا كيفاش تكتبوهم, بحكم ان الارقام واحد الحاجه اللي كنستعملوها بزاف في حياتنا اليوميه, فضروري ضروري خاصنا نركزوا عليهم. اوكي, عندنا يعني اول رقم اللي هو 0 0 اللي هو صفر, او لا ممكن نقول له او او. عندنا 1 2 2, لاحظوا كيفاش كنطقوا 2 ماشي 2 2. عندنا 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. وبهكا كنكونوا حسبنا الارقام كاملين من صفر حتى العشرة. غادي نعاودهم مره اخرى, وحاولوا انكم تركزوا معايا مزيان مزيان وتعاودوا مره كل رقم غادي نقوله. اوكي, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دابا غادي ندوزو للارقام الاخرى. عندنا 11 اللي هي 11 12 12 13 13. لاحظوا معايا هنا فاش كيكون عندنا دبل اي كنمددو النطق ديال اي, تين 13 14 15 16 17 18 19 20 20. كما كتلاحظوا هنايا عندنا واحد الحاجه اللي كتكرر بزاف اللي هي هاد تين, وكنلاحظوا ايضا ان هاد الارقام هادو تقريبا نفسهم كما كنكتبوهم هما اللي كاينين هنا. بحال دابا مثلا 4 14, خلينا 4 وزدناها فقط تين. فواحد الحاجه اللي غادي تعقلوا عليها دغيا دغيا ما غاديش تلقاو فيها مشكل. دابا من بعد ما كنكونوا سالينا الارقام كاملين من صفر حتى ل 20, غادي ندوزو الارقام الاخرى اللي من بعد ال 20. كما قلنا 20 هي 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اللي هي 100 100. إلى لاحظتوا واحد القضية, هادو كيتشابهوا تماما مع هادو, كاين واحد الفرق بسيط اللي ما بين هادو وهادو. فمثلا 50 هي 50 50 15 15, يعني بلاص ما كنديرو 15 كنديرو واي بلاص هاد تين. اوكي, نعاودو الارقام باش هكا ندربو اكثر على النطق. 20 20, او لا ممكن نقولو 20 20, 30 30 40 40 50
50 60 70 80 80 90 90 100. دابا الا كنا باغيين نقولوا مثلا 21، قاعده بسيطه 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 بزاف، كنقولوا 20 اللي هي 20 وكنزيدوا عليها الرقم اللي حنا باغيين نقولوا، مثلا 21 21 21، 22 22. يعني كناخذوا هذا الرقم الكبير ديالنا اللي هو 20 20 وكنزيدوا عليه الرقم اللي موراه من هاد الارقام هادو اللي حنا تعلمناهم من 1 حتى 9. مثلا 22 22 23 23، وبحال هكا كنكملوهم كاملين. ونفس القضيه كتنطبق على هادو كاملين، يعني 32 43 54 55 66 67 77 88 89 99 100 وبهكا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش مرة اخرى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم الجديد. ومع السلامة في فيديو قادم.